اياها الاف اكس بالتداريه شفتي طب زين. فاذا انت مثلا يعني انت المفروض بالفيث حسبتها انت طلعت بالسبت انت كروستال سبيت سبت مثلا باللاترال كلافيكولار فشي تكون الاسباب ليه فانتكولار بعد كارديو مايبر بس خليني اقول لك صار انت شو تفكر تفكر انه يعني سبب اما اكو شيء من التشيست يضغط ففكر انا مثلا بالرايت سايد سوي شفتنج بالميديا الثانيه فكر مثلا بالرايت ماسف فيوجن والرايت تنشن هيموثوركس بحد دفع الميديا الثانيه كله بيجي الصفحه اوكي او مثلا اذا هنا اكو راح يكون يدفع هاي الصفحه ها ترانسليت يعني على الهيموثوركس ايه ناس اذا عادت يرجع اي ضغط بس هي قضيتنا يعني باللحظه هي شحش ما نفكر احنا فيما يخص الكارديو نفكر احنا اذا صار اكو ليف فنتريكولار هايبرتروفي او ليف فنتريكولار ديجيتيشن ممكن الاف اكس بي راح تتحرك من مكانها يعني اذا مريض باورتيك ريجيتيشن صار له فتره هوايه ممكن راح نلقى الاف اكس بي ما راح تتحرك الى سبب انتربروستال سبيس ليش؟ لان يصير دي ديجيتيشن فهاي متعلقات الاف اكس بي انه شلون تفحصوها انه وين يكون ابسنت انه شنو الاسباب الانواع مالتها وشلون تنفشته يعني تنفخ اهم شيء طريقه الفحص اول شيء تحدد بعدين تنحسب مو تجي بالامتحان راسا تحسب تحددها اول شيء باوع عليها زين مرات حتى طوي يخلون باوع عليها حددتها هنا مثلا قلت هاي الابيكس بي ورا ما تخليها تجي تحسب مو تجون تحسبون راسا زين فهذا موضوع الابيكس بي وراش عندنا بالبالبيشن ايضا عندنا الفروت شنو الفروت بالطبع هو احنا في اكزامينشن كارديو فاسكولار هو كلها يدور حول المرمر المرمر هنا بالكندي ماكو يعني بصراحه يمكن ساعات يعني سكتها مرات هو داخل على شيء ويطلع بالصفه عنده مرمر وياه فشوي انه مالك شيء خاص هو ماكو بس هو احنا هو كل الغايه ومن الاكزامينشن هذا هو كلها تركيزه على المرمر شنو تعريفه؟ تربلنت اللي هو احنا بالهارت يعطينا مرمر وبالبرفرال روي يعطينا بروي هو نفسه اذا هنا يعطيكم يسموه بروي وبالهارت يعطيكم المرمر المرمر حسب نوعيه الفالف فمثلا اكو ابنورماليتيز مال فالف معين مثلا فد مرمر معين اكو ابنورماليتيز تعطي لنا نوع اخر زين المرمر احنا هذا من يجي اما الصوت ممكن نسمعه ويا السيستوليك او نسمعه ويا الدايستوليك شلون نحدده؟ كاروتي كولس نسوي تعرف ولذلك احنا بالفحص المفروض خالي السماعه هنا من حسين اكو فرق صوت راح نخلي ايدنا على الكاروتي كولس زين هذا الصوت اللي راح نسمعه اذا يجي بين انتم عندكم الفيرس وعندكم السكند هذا سام فالاس 1 هو بدايه السيستوليك والاس 2 هو نهايه فإذا يجيكم شيء بين الـ S1 وبين الـ S2 هذا يسموه سيستوليك إذا يجيكم وراء الـ S2 أو قبل الـ S1 هذا تعتبر سيستوليك زين شلون تحددوا هذا S1 وهذا S2 فمن عندي شو راح أسوي مثلاً لأن إحنا سألنا هذا الموضوع فراح نجلس أوسكلتيشن بعدين فراح نخلي السماعة خليناها على الأبيكس وخلي إيدينا أول صوت راح أسمعه إنه يجي ويا الـ B هذا S1 طبعاً ما راح أطال البقية لك بس مجرد بس تسمع شوية عقلك ياخذ بيه فالسينكرونايزيشن يبقى يكملها هيك يعني أنت راح تخلي لك هنا شوية راح تقوم تميز هذا S1 S2 زين طبعاً الموضوع هو ليش صعب يعني أنتوا هذا اللي حكيتوا بين S1 و S2 جيد المسافة فقط تقريباً S1 لا كوقت يعني جيد واحد يعني تقريباً حسب الهارت ريت لذلك كل ما يكون تكيكارديا راح يكون أصعب لانه اذا كنت تكيكارديا يعني معناته راح تصير تقريبا بين S1 و S2 يعني ملي سكند بينما كل ما يكون براديكارديا شوي تكون المسافه اطول